Hey guys, welcome back to my channel. النهاردة هنجرب كل أنواع براند اسمه بو. عنده بقى أنواع مش كتير قوي، يعني في 1 2 3 4 5 6 7 8 flavors. أنا جبتها كلها هجربها معاكم، ويلا بينا. قبل ما أبدأ الفيديو متنسوش تعملوا لايك وعملوا سبسكرايب للقناة. يلا كمل الفيديو. ليه انا مزاجي اجرب اول حاجه اللي هو بالكوكونت كريم ده؟ يلا بينا اقفل الازازه عشان الدوشه. ده فيه بقى اصلا 3 قطع وبالطول كده. بسم الله. تحفه. لو بتحب الكوكونات، كوكونات فليفر باين قوي. تحفة. تعال نخش في اللي بعده. تاني حاجة من ضمن الكريسبي ويفر هنجرب الهازل نوت كريم اهو. فتحته فتحة غريبة بجد. تمام كده عارف اظبطه اهو. شكله جامد. تحفة. الهزنة تبين فيه قوي. تحفة. اللي بعده هنجرب اللي بالستروبري ده. مش عارفة ليه حاسة انه هيكون حلو. بصي بفتحه ازاي. ريحة الفراولة تحفة. ايه ده، فكرني كده بأيام الطفولة بجد. الستروبيري بتاع اللي انا كنت باكله زمان. تحفة. اللي بعده هيكون بالفانيلا كريم اهو. يلا ندوق. طب افتحه بقى كويس بقى. حلو فتحته ده كده. اهو شكله. اللي عجبني فيه ان هو الكريسبي بتاعه تحفة كده، والفيلينج بتاعته خطيرة بجد. كلهم تحفة. انا مش عارفة اقول ايه احلى من التاني بصراحة. اللي بعده واخر نوع من الكبير هيكون بالشوكلت، وتعال نجرب. يلا ندوق اهو. بسم الله. اقل واحدة عجبتني تمام. الشوكلت كواليتي الشوكلت مش عجباني. لا ندخل بقى في دول. دول برضو ويفرز برضو، بس ايه بقى كوتد بالشوكلت. تعال نجرب. عندنا شوكلت كريم مع كوكونت سبرينكل. حاسه ده حلو مش عارفه ليه. وفي مع فانيلا كريم، وفي مع كوكو كريم. تعال نبدا بالكوكونت، بما اننا بدانا التاني بالكوكونت برضو. حاسه هيكون حلو قوي. اهو هيبدا بده. كنت فاكره قطعه واحده، طلع في 2 جوه. بص شكله تحفة. طعمه تحفه بجد. بصوا طعمه جامد قوي قوي. ديليسياسو. ندخل بقى في الفانيلا ولا الكوكو؟ خلينا نفصل بالفانيلا اهي. ليتس جو. ايه التحفه ده بجد.
جامد. تحفة. اللي بعده نجرب الشوكولات كوكو كريم اخر حاجة. ايه شكلها؟ ايه بسم الله. نايس. تحفة بجد بصراحة. التلاتة أحلى من بعض. ماي توب فيفورت هيكون ال دي ودي، الكوكونت سبرينكل، الشوكلت كريم مع كوكونت سبرينكل، والاي والفانيلا كريم. الاتنين دول جامدين قوي، جامدين قوي 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 بجد. لو ما جربتهاش انتوا فايتكوا كتير. البوبة كبير كلهم تحفة. ماي فيفورت انا عاجبني قوي الكوكونت. الكوكونت هتكون ايه في ليفل نمبر 1، بعد كده ممكن الفانيلا، الفانيلا كان جامد قوي، وبعدي هيكون الاستروبري، بعد كده الهازلنت، بعد كده الشوكليت، يعني اقل واحدة فيهم. وقولوا لي في الكومنتس جربتوا بوه ولا لسه، ولا هتجربوا هتجربوا نوع ايه. كده نكون وصلنا لاخر الفيديو، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات اكتر اعملوا سبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتس لو عايزين اجرب اي حاجه معينه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي. باي.